عليكم، أخباركم إيه؟ ده تاني درس في اليونت 2 Investigating the Properties of Materials. يعني عايزين نشوف الـ Properties of Materials. الـ Materials دي اللي هي اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت إن هي What the Object Made From أو Made Of. طيب عايز أعمل Comparing of the Material. Comparing of the Material يعني عايز أعمل Compare ما بين 2 Materials. Which is hardest؟ يعني مين أكتر فيهم واحدة harder than the other؟ We can compare the same property of the of different material. إحنا نقدر نعمل comparing the same property of different material. How؟ إن أنا أشوف مثلاً الجلاس والوود. إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن هما الاتنين hard. طيب أنا عايز أعرف مين أكتر hardest. ممكن أشوف. We can what we can do to compare the hardness of two materials عشان أعرف ال two materials دول مين فيهم أكتر hardness. أعمل إيه؟ We can scratch one material with the other. يعني إيه scratch one material with the other؟ زي الصورة اللي قدامكم دي. الكلام ده صفحة 23 في كتاب المدرسة أو في student في student book. هتلاقوا إن هو ماسك الإبرة وماسك كده زي hard material مثلا شبه الورق أو أدخن زي الكرتون مثلا. Which harder؟ البان دي ولا الكورة اللي هو ماسكها. طب انا اعمل ايه؟ اعمل scratching. بيقول we can scratch one material with the other يعني اخربش او اعمل scratch ان انا اخربش one material with the other. The material showing a scratch is the softer than the other. يعني الماتيريال اللي هيظهر على السيرفس بتاعها scratch خربيش انها اتخربشت so it's softer than the other او هي أطرى أو softer alien من التانية. جميل. يبقى أو less harder يعني الماتيريال اللي هي الكورة دي less harder than the pen. جميل جميل. يبقى عشان اللي أنا بعرف ال properties of materials عشان أعرف أعمل comparing ما بين two materials which hardest أو which harder which rigid which rough وهكذا. flexible material bend easily. انا لو عايزه اقول ان الماده دي او الماتيريال دي flexible يبقى هي ايه؟ يبقى بتعمل bend easily. bend يعني بتتني زي الماتيريال اللي في ايد البنوته دي اللي هي الفايبر تقريبا دي بتتني او to bend easily يعني بتتني بسهوله. طب ممكن اقول على ماتيريال اللي مش بتتني اقول عليها rigid او صلبه، واللي بتتني زي دي اقول عليها flexible، واللي بتتكسر لو انا خبطتها لو مثلا مسكت شاكوش كده وخبطت الازاز يبقى fragile. fragile يعني قابل للكسر. يبقى الكوبايه بتاعت الميه اللي انا بشرب فيها الازاز او اي حاجه ازاز دي fragile يعني قابله للكسر. او ممكن اقول انه الطوبه او الحجر او الايرن الحديد strong قوي. ليه؟ لانه لما بدق عليه حاجه مش بيتاثر. يبقى دي كلها words to describe the properties of materials. دي كلها كلمات عشان نعمل description the properties of materials. جميل. some materials are waterproof. يعني ايه waterproof؟ يعني مش بتعمل passing the water through it يعني مش بتخلي الميه تعدي من خلالها. they don't let water pass through يعني مش بيخلوا المية تعدي من خلالهم. زي ايه؟ شفتوا الليف دي اسمها the lotus leaf. the lotus leaf is one of the most waterproof natural materials. دي material natural material ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا طبيعية. هي the most one of the most waterproof natural material. قوية جدا. waterproof يعني ايه waterproof؟ يعني عازلة للمية. ممكن نستخدمها نحن نعمل بيها الامبريلا عشان المطر عشان الرين لما يحصل raining ما اقدر ايه امسك الامبريلا كده وايه وخلاص تحميني من المطر. يبقى the lotus leaf is one of the most waterproof natural material. It is more waterproof than almost all made all man-made waterproof materials. يعني ايه؟ يعني اللوتس ليف دي waterproof اكتر من كل man-made waterproof materials اللي عملوها اللي صنعها الانسان. اللوتس ليف دي more than يعني waterproof اكتر منهم. شوف كده انا عملت comparing ما بين الwaterproof material اللي هي اللوتس ليف وكمان المان ميد
ووتر بروف ماتيريالز، لقيت ان اللوتس ليف هاز ا ووتر بروف بروبرتي ماشي مور ذان ايه ذان ذا اول مان ميد ماتيريالز. جميل. Some materials are absorbent. غير الووتربروف، عكس الووتربروف ايه؟ absorbent. absorbent يعني ايه؟ بيمتص المية. they soak up water. يعني absorbent ممكن نقول عليهم soak up water. يعني ايه soak up water؟ يعني بتعمل ايه؟ بتمتص المية. يعني لو حصل ان في مية اتدلقت على الارض هتلاقوا ماما جايبة سفنج او cotton wool او fabric sponge or cotton wool او fabric عشان تعمل ايه؟ تعمل absorption للووتر عشان تمتص المية دي. جميل. يبقى some materials are absorbent. يبقى الwaterproof عكسها absorbent. absorbent يعني ايه؟ يعني بتمتص المية. اما الwaterproof don't let water to pass through it، مش بتخلي المية تعدي من خلالها. يبقى زي السبونج والكوتون وول والفابريك. اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، وان شاء الله بسرعة بسرعة هعمل لكم الدروس اللي جاية عشان نلحق قبل الاكزام الجاي بإذن الله، وسامحوني على التأخير. شكرا لكم.